سيدنا من اللي تفضلتوا فيه أخذنا أكيد فكرة واضحة عن سير أعمال المجمع وعن الطرق أو الصعوبات اللي كانت عم تعترضه. لكن هلأ شعبنا اللي عم يسمعنا شو فينا نقول له؟ يا هل ترى هالشيء اللي تفضلتوا فيه هو رح يكون سبب معثرة لأولادنا بسبب هالمجمع؟ برأيكم هالمجمع وأكيد شعبنا عم يتساءل ممكن يعمل انقسام في الكنيسة الأرثوذكسية حالياً؟ شو رأيكم بالموضوع سيدنا؟ الحقيقة أبونا بريد أتشكرك كتير لهالسؤال، وأنا كنت بريد أنه نتوجه لشعبنا لأولادنا من البداية وما نفوت بكل هالمسائل والحيثيات التقنية والأخبار الصحفية. إذا فيني أقول تجاوبك على أول نقطة أنه في خطر أنه تنقسم الكنيسة، أكيد ما موجود هالخطر. في اختلاف بطريقة معالجة المواضيع، ونعالج المواضيع بشكل وفاقي بين بعضنا البعض، يعني نبني التوافق بطريقنا للمجمع. إدارة هالتوافق اليوم منا ناجحة، من إشارة فاشلة، وعم نوضح هالشي ومنريد نتلافاه إذا ممكن. بس هالشي ما بيعني أبدا أنه انقسام في الكنيسة الأرثوذكسية. الكنيسة الأرثوذكسية واحدة في الإيمان وبتعيش هالوحدة. فيها الصعوبات اللي عم نشوفها وذكرناها ومنريد أن نعالجها ونحط كل إرادتنا وكل قلبنا وكل خبرتنا لحتى يتم، ومصرين أنه يتم المجمع الكبير، مصرين لأسباب كتيرة، مصرين أنه مثل ما عبرنا بقرار المجمع يكون هالمجمع مش عم بتم بشكل متسرع. نحن منريد أنه شعبنا يشارك بالتحضير لإله، يكون واضح صوته بالوراء بجدول عمله اللي موجود. الوقت الضيق ما سمح بهالشي يتم بكل الكنائس، وفي كتير كنائس ذكرت هالناحية هيدي. ومنريد كمان يكون في مشاركة ما بس للمطارنة بالمجمع الكبير، يكون في مشاركة لكل جسد المسيح، للشبيبة، للنساء، للرهبان، للكهني، ما بس يكونوا رؤساء الكهني هن اللي موجودين ضمن غرفة المجمع. للأسف هالأمر غير موجود حاليا. ومنريد كمان هواجس رعاية الإنسان اليوم تكون موجودة على جدول عمل المجمع، لأن يمكن في نقاط الموجودة اليوم ما بتمس إنساننا المعاصر ورعايته، وكنيستنا كتير حريصة على هالشي. يعني وأنا بشكل خاص لأنه كنت بتماس مع قمة رؤساء الكهنة بال2014، وهلأ بأمانة سر المجمع الكبير بالاجتماعين اللي صاروا بجنيف وبكريت، أنا كمشارك وكممثل لكنيستنا أنا بشعر أنه بريد يكون في تغيير، لأنه أنا حامل هواجس على القليلة بأبرشيتي وعلى القليلة يعني أنتوا اللي موجودين بهالمنطقة، بسوريا، بلبنان، بالعراق، بكل هالمنطقة اللي عم بتعيش أزمة كبيرة جدا. منريد نكون موجودين لنوصل صوت الحق هونيك وصوت أولادنا ومعاناتنا اللي موجودين نحن هوني واللي موجودين ببلاد الانتشار كمان، يكون واضح صوتنا بهالمجال هيدا. للأسف طريقة التعاطي مع كل هالنواحي هيدي رغم تسجيل اعتراضاتنا بهالشأن هيدا وعدم تناولها على محمل الجد والاعتبار مثل ما كنا منريد، خلتنا نوصل لهالمحل هيدا. فشعبنا ما لازم يشعر ب كيف نقول بتعثر. عم نعيش بكنيسة، وبالكنيسة كيف نقول بدنا ننتبه على شغلة انه نحن غير كاملين، مدعوين للكمال، ولازم نقبل وضعنا غير الكامل. بس ولكن لازم ننتبه انه عندنا مسؤولية المسيرة من عدم الكمال الى الكمال، وهالشي منه معصر. شو التنشئة أو التربية بالبيوت، بالمدارس، بالكنيسة، هو تماما الانتقال من عدم هالكمال إلى كمال أفضل، إلى الكمال الكلي بنعمة الله. فنحن بكل مسؤولية عم نتعهد هالظرف اللي نحن موجودين فيه ومنريد نساهم بمعالجته لنوصل لوضع أكمل، والمجمع نفسه يكون تعبير عن هالشي، تعبير بفرح مش تعبير بوجوم أنه مرضين. بدنا نروح كلنا بفرح على هالمجمع هيدا ونساهم بهالفرح.
فأنا بعتقد أنه صلاة المؤمنين بتساعدنا ويكون عندهم مش تذمر، يعبروا عن هواجسهم، عن تذمرهم، عن صعوباتهم، أنه كيف بيشوفوا مسيرة هالمجمع هيدا. ولكن أنا كمان بنفس الوقت مثل ما بدعي حالي أني أتعاطى مع كل هالشؤون بروح مسيحية، بروح إيجابية، بروح رغبة وجهوزية لأنه نقدم الأشياء الحلوة اللي عنا إياها للكل. بدعي كمان كل المؤمنين أنهم يحاولوا كمان يعملوا هالمشوار الروحي الداخلي فيهم كأشخاص، كجامعات، كرعية، بكل الأشكال يقدروا يطرحوا على نفسهم هالصعوبة ويحولوها لصلاة، ويحولوها لمشروع بناء توافق، مشروع بناء خير عام للكنيسة لأبنائها، وخير لكل الكنائس المسيحية ولكل البشرية. لأنه نحن عم نريد نجتمع لنريد نقدم خير للكل، مش نقدم بس حلول للصعوبات. وبريد أنه كلنا سوا نروح نتطلع للصعوبات القائمة الحالية واللي يمكن تستمر لفترة قصيرة أو طويلة ما بهم، بس نقدر نتطلع لها بهالروح المسيحية. المسيح أرسلنا بالصعود وعطى تلاميذه البركة والفرح لحتى يقدروا ينشروا كلمته للعالم كله، وطلب منهم ينتظروا موعد الروح القدس بالعنصرة لحتى يكونوا شهود بهالمعنى هيدا. ويمكن بهالروح الإيجابية اللي المسيح ارتفع إلى السماء وتركنا مسؤولين عن كنيسته، أنه نقدر نتعاطى بروح الإرسال اللي أرسلنا فيه المسيح، وروح الانتظار لإلهام الروح القدس ووجوده معنا ومرافقتنا، مرافقته لألنا بهالمسيرة هيدي نحو الكمال اللي دعالنا لألنا الرب. فبهالروح هيدي بطلب من الكل وبطلب نفسي كمان نتشارك بهالمسيرة اللي فيها صعوبات، فيها عقبات، وكتير طبيعي إنها تكون، إنها تنزل ونوصل نعبر بفرح عن لقائنا كأخوة كلنا مع بعضنا البعض، بإجماعنا كلنا مع بعضنا البعض على المسائل اللي اتفقنا إنه نقدر نجتمع حولها ونحكي فيها. وهيك بتشكر إتساك إنه حاورتني بشؤون بتفيد شعبنا انه يطلع عليا، لانه البيان لحاله والقرار المجمعي ما بيوضحوا. البيانات الصحفية احيان بيقدر الانسان يطلعها بوجهات نظر مختلفة، ونقدر مع بعضنا البعض نكون هيك شفافين اذا فينا نقول، بحوار مسؤول وبحوار محب يتوجه لأولادنا، لكنيستنا، للي بيريد يسمع عن هالمجمع الكبير رأينا ووجهة نظرنا ورغبتنا انه هالشي يتم بافضل ما يمكن بلياقة وترتيب مثل ما بيقول بولس الرسول. ولا شك انه بريد سلط الضوء انه هاللي عم بيشتغلوا على ترتيب كل هالامور من كل الكنائس الـ14 عندهم روح مسؤولية، والبطركية المسكونية اللي اليوم مستلمة كتير نواحي تنظيمية واجرائية بهالمجال حتى جهد كتير كبير ما بدنا ننسى، عرفنا كيف. ولكن جل من يخطئ بالعمل أخطاء ممكنة، ولكن معالجة الأخطاء كمان ممكنة. فلهالشي نحن بندعي بعضنا البعض أنه نلتقي، لأنه محتاجين للقاء ومنريد أنه نكون، ومنريد نسمع صوت كنيستنا وصوت شعبنا ومعاناته، وتوصال لهالمحفل اللي هو اجتماع الأرثوذكس كله مع بعضهم البعض بالمجمع الكبير، ونلاقي صوت نقدر نخاطب فيه ضمير العالم كله سوا، لحتى كمان الأزمة اللي موجودة اليوم ببلادنا تلاقي حل نهائي وسلمي لها، لأنه نحن شهداء القرن 21 اليوم، وبذلنا دماءنا وإيماننا على مذبح الإنسانية من شان يضل هالإيمان راسخ في قلب مهد المسيحية. فبتشكركم أنكم فسحتوا هالمجال يتم كل هالتعبير وكل نعبر كمان عن محبتنا للكل بهالشخل البسيط، يمكن منه كامل ولكن منقدمه من كل القلب.
شكرا لكم. سيدنا نحن بدورنا كمان متشكركم كتير على هالإيضاحات والتفسيرات اللي أضأتوها حتى شعبنا المؤمن يفهم بالحقيقة كيف السير كان نحو هالمجمع الأرثوذكسي الكبير، والأفق اللي ختمته فيه كمان نحن بنأكد عليه حتى يضل في عنا الأمل ويضل في عنا المشاركة بكل ما تفعله الكنيسة حتى نوصل للحق اللي حكيته عنه ويكون هالحق فعلا مضيء لجميع العالم. شكرا كتير سيدنا.